الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وعلى آله صلوات ربي عليه. أما بعد، فنرحب بكم في سلسلة دروس موقع نجاحكم في مادة العلوم الإسلامية ضمن التمارين. تمريننا اليوم يتمحور حول درس آثار التوحيد في حياة الفرد والمجتمع. بسم الله. خلق الله الإنسان لغاية العبادة، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وجعل له عقلا، ولقد كرمنا بني آدم العقل، فجعل له العقل للتعلم. ومن بين أهم العلوم التي يتعلم الإنسان العلم الشرعي اللي هي الشريعة، العلوم الإسلامية الذي يحوي علم التوحيد. من بين علوم الشريعة علم التوحيد. ما هو التوحيد وما هي أقسامه؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى، يعني أجعل كل شيء لله الواحد الأحد بكل ما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أقسام التوحيد هي توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، يعني أجعل أفعال الله لله وحده لا شريك له، أفعال الخلق، الرزق، الملك، التدبير، الإحياء والإماتة. قال الحق سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، في سورة الأعراف. توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فأجعل عبادة الظاهرة والباطنة قولا وفعلا لله. إذا استعنت أستعين بالله، وإذا استغثت أستغيث بالله، فلا أستغيث بأحد إلا الله، ولا أقسم إلا بالله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من سورة الأنعام. القسم الثالث والأخير وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفيا، أنفي الشيء الذي لم يرد وأثبت ما ورد من غير تحريف، لا زيادة ولا نقصان، ولا أعطل ولا أكيف ولا أمثل في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع، من سورة الشورى. وفي الأخير أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.